الذكرى العاشرة لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق شاذلي بن جديد كانت مناسبة لملتقى تاريخي لاسترجاع مآثر أحد رجالات ورموز الدولة الجزائرية. وجامعة الرئيس شاذلي بن جديد بالطرف احتضنت الحدث. فإلى جانب عائلة الرئيس سياسيون أكاديميون ومؤرخون كانوا على موعد لاسترجاع الذاكرة التاريخية من محطات مهمة من مسيرة الرجل، أجمعوا على أنه كان أبا الانفتاح الديمقراطي في الجزائر. استطاع أن يتحول من قائد عسكري عادي إلى رئيس دولة. إذن الرئيس شاذلي بن جديد كان الوحيد اللي وقف ضد غزو العراق، الوحيد اللي خذ موقف شريف في الحرب بين العراق وإيران. إذن هذا رجل نحن نعتز به. الملتقى الذي تخلله شريط وثائقي يحكي عن مسيرة الرجل من ثورة التحرير إلى تقلد أعلى منصب في الدولة، ليتم بعده تكريم حرم الرئيس وعائلته. ولأول مرة حرم الرئيس السيدة حليمة بن جديد وابنته يفتحان قلبيهما لوسيلة إعلامية. ربى ولاده يعني كما هو، لا يعني متواضع، ما يبغيش التبدير، ما يبغيش الآخر، وسورتو يقولهم على الشخصية الجزائرية، يقولهم احنا ما نتموش الاخرين، احنا عندنا شخصيتنا، عندنا تاريخنا. كان اب بمعنى الكلمه، كان دائما يقول لنا خص تكونوا متواضعين. هذا وقد سبق الملتقى زياره النصب التذكاري للرئيس بمسقط راسه ببلديه السبعه، حيث تم الترحم على روح الفقيد. رحم الله الرئيس شاذلي بن جديد وطيب ثراه.